لو جيت تاخد بصة دلوقتي على الاقتصاد المصري وبالتحديد قطاعات واسواق زي الذهب وعملات زي الدولار هتلاقي حاجات غريبة جدا. تقريبا محدش فاهم حاجة، اللي هو ازاي معلش ازاي عرض الذهب 21 اللي كان مسجل تقريبا 2800 جنيه ينزل ل 2200 وتقريبا في يوم او اتنين. اما عن الدولار فده اللي سعره اغرب بقى. الدولار اللي كان مسجل في السوق السوداء من 39 ل 40 بدا ينزل تاني لمستوى ال 34 35. اما في اسعار العقود الآجلة سعر الدولار كان مسجل 42 جنيه مصري نزل ل 32. والعقود الآجلة دي معناها يعني ان سعر الجنيه والدولار هيبقى كام كمان 6 شهور مثلا، يعتبر زي رهان كده. ايه بقى سبب نزول الدولار والذهب بالشكل ده وعلاقته بتصريحات وزير الماليه اللي خرجت اخر كام يوم؟ وهل ممكن مصر ما تحتاجش ان هي تعوم الجنيه مره تانية وتسيبه عند 31 زي ما هو؟ وهل الدوله هتقدر تحل مشكله الاسعار دي قريب ولا لا؟ بما ان ده فيديو اقتصادي فانا مش عايز منك غير ان انت تركز معايا وبس، ما تشغلش بقى بالك باللايك والشير والاشتراك والكلام ده، انا عايزك بس تكمل معايا للاخر، ولو عجبك الفيديو بعمل اللي انت عايزه. فجهز لي واحد قهوه معتبر بقى وخلينا نشوف ايه اللي بيحصل في الاقتصاد المصري دلوقتي الدنيا بينا الفترة الجاية رايحة على فين؟ وخلينا نخش في تفاصيل على طول. أنا محمد خالد وقهوتك وحصان. الحلقة دي برعاية منصة ايفست للتداول، واللي هي شركة عالمية ومرخصة من أعلى هيئات الرقابة المالية، واللي تقدر تستثمر فيها على أصول زي الذهب وأسهم الشركات بمختلف أنواعها وأشكالها، وحتى الاستثمار في العملات الرقمية وحتى صناديق الاستثمار نفسها. ومع التسجيل من الرابط اللي موجود تحت الفيديو هتاخد حساب تجريبي بقيمة 25,000 دولار، وده مهم جدا في حالة أنت لسه بتتعلم استراتيجيات التداول، بحيث أن أنت تتعلم بالحساب ده وما تضطرش تتعلم بفلوسك وتخسرها. ومع وجود بونص ترحيبي بيوصل ل 100% على أول إيداع، يعني وانس أن أنت عملت إيداع ب 1000 دولار يجي لك حسابك 2000 دولار، وكل الرابط موجودة تحت الفيديو ده. نكمل. خلال الاسبوع اللي فات وبالتحديد يوم 13 مايو حصلت ربكه في اسعار الذهب داخل مصر وانخفض بقيمه اكتر من 7%، ودي اللي نزلها تقريبا في يوم واحد او يومين، وده يعتبر شيء غريب جدا ان سعره ينزل دلوقتي، خصوصا ان المتوقع ان يحصل تخفيض للجنيه، يعني الاقبال على الذهب المفروض يبقى اعلى فبالتالي سعره يبقى اعلى، وده اللي منطقي. ايه بقى سبب الانخفاض ده؟ هو الحقيقه اكتر من سبب يا صديقي، بس خلينا ناخد الحاجه بالترتيب. خلينا نتكلم على الذهب الاول في نص الحلقه، والنص الثاني هنتكلم على الدولار. خلينا نبدا باهم عامل مؤثر يعتبر هو اللي غير من شكل السوق، وهو تصريحات وزير الماليه اللي تمت في اخر كام يوم. تصريحات وزير الماليه المصري محمد معيد كانت مهمه جدا الفتره دي، خصوصا انه ما طلعش ادلى بتصريحات على الاقتصاد المصري تقريبا من 4 شهور او من اول السنه. كل تصريحات كانت بتطلع من الدوله او على لسان رئاسه الوزراء ومجموعه يعني من القرارات. ان الوزير يطلع يتكلم ويقول اخبار مهمه ده فعلا بيغير من شكل تركيبه السوق كلها. اول قرار اخذته الحكومه بشان المصريين اللي موجودين بره، هو انك دلوقتي متاح ان انت تخش للدوله معاك حوالي ما يعادل او اقصى حد 150 جرام من الذهب، ومش هتدفع عليهم اي جمارك، انما الشيء الوحيد اللي انت تدفعه اللي هي القيمه المضافه اللي هي 14%. يعني انتوا مثلا لو 4 أو 5 ممكن كل فرد فيكم يمشي 150 جرام عادي جدا. اي حد قادم، اي كميه مصريين منافذ عايز يدخل سبائك عايز يدخل جنيهات ذهب فمن حقه ان هو بيروح للمنفذ وبيبقى بس ضريبه القيمه المضافه. القيمه المضافه اللي هو بالظبط كده، لكن ما لهوش جمارك او رسوم اخرى غير القيمه المضافه. طب هل القرار ده مفيد يعني يا عم محمد؟ ممكن يغير حاجه يعني؟ طب خلينا نبص ورقه وقلم ونحسبها مع بعض. لازم تبقى عارف يا صديقي مبدئيا كده ان سعر الذهب او سعر جرام الذهب داخل مصر اعلى بكتير من سعره عالميا. لما يبقى جرام الذهب عيار 24 مسجل في مصر تقريبا 3000 جنيه يعني حوالي 100 دولار، ونفس جرام الذهب بره مصر بيتباع عالميا ب 65 دولار يعني تقريبا 2000 جنيه. ليه بقى الفرق الكبير ده؟ فرق تقريبا 1000 جنيه، لان في اكتر من سبب. اولهم وهي الكميه المتوفره من الذهب والمعروضه للسوق للمشترين، واللي هي تعتبر كميه قليله بالنسبه للطلب العالي من الناس على شراء الذهب، وده منطقي جدا لان الناس خايفه من انخفاض القوه الشرائيه بتاعه الجنيه وعايزه تحطه في اي يعني يعتبر اصل كده او حاجه يعني بيحافظوا بيها عليه، وعشان كده بيشتروا الذهب. ولكن عند نقطه سعريه معينه بيبقى قيمه الشيء اللي انت بتدفعه لا يوازي المنفعه اللي انت هتاخدها منه. يعني بالبلدي كده ممكن نوصل لنقطه ان انت تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص، وده اللي محدش عايز يوصل له طبعا، وده اللي المفروض يوصل لسوق الذهب دلوقتي، لان السعر ده مش سعر منطقي وده مش السعر الاصلي. يعني انت عم محمد مش عايز الناس تشتري الذهب وتقعد تخسر مع الجنيه ده؟ وبعدين معلش الدوله مطلوب منها ان هي توفر بديل ان هي تحافظ بيه على قيمه الفلوس بتاعت المصريين، يحافظوا على فلوسهم من التضخم العملي. اتقل بس انا جاي لك ابسطك، اتقل معايا. ولان المعروض قليل فالسعر بيزيد، ومع غياب طرف حكومي بيتحكم في سوق الذهب بشكل واضح السوق بيروح في الاخر لبعض من التجار اللي بيقعدوا يسقعوا ويعملوا الحركات بتاعتهم دي بحيث ان هو يسقع او يخفي كميه معينه عشان يرفع السعر
سعر اكتر، وده زي ما بيحصل في اي سوق عموما يعني. ما اصل الناس كده كده هتشتري حتى لو سعره غالي. طب ما غالي بقى. وهنا انا مش بقول على تجار الذهب وحشين، هم زيهم زي اي تجار، في كويس وفي الوحش، وده اللي خلى سوق الذهب شبه مقفول على بعضه كده بالكميات القليله اللي فيه والطلب العالي اللي عليه، عشان يجي قرار ان الذهب يخش من بره مصر معادل لكافه العرض والطلب في السوق. يعني لو حبينا ندي مثال كده عن سوق الذهب في مصر، ندي مثال يعني ان لو قلنا ان سوق الذهب كله على بعضه في مصر حوالي 5 طن، وده رقم جزافي يعني بس بنشرح بيه، فالقرار ده ممكن يخليه 6 او 7 طن زياده، يعني سيربلس تاني في السوق. محدش متوقع قوي كميه الذهب اللي ممكن تخش بعد القرار ده، ولكن الاكيد انه هيغير في شكل السوق داخل مصر، وده اللي خلى ناس كتير توقف ان هي تشتري ذهب دلوقتي، وده اللي خلى سعره ينزل. يا عم محمد كلامك حلو، بس يا فرحتي جرام الذهب حتى لو وصل 2000 جنيه ولا 1500 جنيه انا ما يهمنيش، وبعدين انا مش هروح للسايخ اقول له هات لي 1 جرام يعني. طب لو خليتك تشتري ذهب ب 10 جنيه لا بقول لك ايه بقى افهات وتريقه وبتاع، هسيب لك الفيديو وامشي. يا عم تعالى بس وانا هضحك عليك ليه، انا دلوقتي اقدر اخليك تشتري ذهب عادي وب 10 جنيه بس. وده كان القرار التاني اللي اتحركت بيه الدوله داخل سوق الذهب، وهو طرح صندوق استثمار للذهب داخل مصر. هيئه الرقابه الاداريه وافقت على مقترح ان شركه تنشئ صندوق للاستثمار داخل الذهب او بالذهب داخل مصر. صندوق هيستثمر في الذهب عيار 24 من خلال وثائق بتشتريها من الصندوق ده، والوثائق دي ليها غطاء ذهبي مش نقدي، ذهبي، وسعر الوثيقه دي يبدا من 10 جنيه. وهنا قلنا يبدا يعني وانت طالع بقى لفوق براحتك، من اول 10 جنيه تقدر تستثمر في الذهب عادي جدا، يعني تشيل لك مثلا واحد على 200 جرام من الذهب، ودي حاجه ما تقدرش تعملها مع الصايغ طبعا. وعلى فكره بقى خد الكبيره، انت تقدر تسترد قيمه الوثيقه دي وترجعها للصندوق وتاخد قصادها ذهب. يعني لو انت مستثمر في الصندوق بمثلا 100000 جنيه ما يعادل حوالي 50 جرام، فانت تقدر تروح تقول للصندوق دي الوثيقه اللي معايا برقم 50000 وانا عايزهم ذهب. يجي الصندوق بكل بساطه ياخد منك الوثيقه ويديك الذهب بتاعك عادي جدا. وخلي موضوع الصندوق ده على جنب لان لسه هنعمله فيديو مخصوص، فاتاكد ان انت عامل اشتراك او فولو في الصفحه. وهم دول القرارين اللي نفذتهم الدوله بخصوص الذهب، واللي هيشكلوا فرق كبير في شكل حركه سوق الذهب الايام اللي جايه، وده اللي خلى الناس زي ما قلنا واقفه ومترقبه، ما بتشتريش ومستنيه اللي ممكن يحصل. طب انا عندي سؤال يا محمد، ايه علاقه الذهب بالخناقه ما بين الجنيه والدولار، وايه علاقته بالازمه اللي احنا فيها دي؟ عشان انا حاسس ان انا تايه شويه. خليني اقول لك، اغلبيه الناس دلوقتي اللي معاها مبلغ بالجنيه هيكون خايف عليه من التضخم وتخفيض اللي بيحصل للجنيه وقت في التاني، فعايز يحطه في اي حاجه يحفظ بيها حتى قيمته، مش لازم حتى يستثمر بيها. وده بيخلينا نروح لمجموعه من الخيارات، يعني اغلبها او الناس كلها بتروح لتقريبا 3 خيارات، في مجموعه كبيره ولكن الناس بتلجا لثلاث، سوق العقار وسوق الذهب والعملات زي الدولار. وسيبنا من العقار خالص دلوقتي لان انا مش طايقه الصراحه، وشايف ان الاسعار اللي فيه هبل، غير كده ان هو فعلا اسعاره عاليه مش كل الناس بتقدر تستثمر في العقار. خلينا نركز شويه على حوار الذهب والدولار، واللي نقدر نحطهم في ميزان كده قصاد الجنيه، والميزان ده يكون في شكل عرض وطلب. كل ما بيحصل ازمه او تهديد للجنيه الناس بتاخد الجنيهات اللي معاها وتروح تشتري بيها يا اما ذهب يا اما دولار، وكل ما الطلب عليهم بيزيد كميتهم بتقل فسعرهم بيزيد. على العكس بقى للجنيه اللي الاقبال عليه بيقل لان الناس بتشتري بيه او بتقايده بالذهب والدولار، فالمعروض منه داخل السوق كتير، فبيبقى ثمن الذهب والدولار بالجنيه عالي. وعشان ده يتحل لازم حد يخش جوه السوق يعدل الكفه لصالح الجنيه اكتر ويرفع الطلب اكتر عليه. طب ازاي ده ممكن يحصل؟ يحصل لما الكميه المعروضه من الذهب والدولار تبقى كتير، الناس ما تبقاش مضطره ان هي تشتري كميه معينه من الذهب بسعر عالي عشان هو مش موجود، لكن لو هو موجود سعره هيبقى في المتناول، مش متناول قوي يعني، هو في متناول في قلب السوق يعني. فبمجرد ما انا ازود الكميات بتاعتهم جوه السوق كافه الطلب والعرض هتتوازن شويه، وده اللي هيخلي قيمه الجنيه ترفع في السوق. طب الذهب وعرفنا الدوله هتعمل معاه ايه؟ اما الدولار بقى والسوق السوداء الدوله المفروض تتصرف معاهم ازاي؟ خصوصا ان سعر الدولار في السوق السوداء بدا ينخفض وسعر العقود الاجله انخفض بشكل كبير. ولا بقى هتتصرف ازاي مع شكل الدولار؟ وايه اللي ممكن يكون سبب انخفاضه بالشكل ده؟ اول حاجه ببساطه صديقي وهو التعويم المرتقب، التعويم او خفض القيمه اللي الناس كلها مستنياه واللي لحد دلوقتي ما حصلش، ولحد لحظه تصوير الفيديو ده الله اعلم ايه اللي هيحصل بعدها، يعني وقت تصوير الفيديو ده انا مستني اجتماع البنك المركزي هيقول ايه بعد ما يخلص، هيرفع الفايده ولا لا؟ الله اعلم. عشان تبقى عارف صديقي، البنك المركزي هين عليه قوي انه ينزل قيمه الجنيه، هو مش عايز ده اساسا ورافضه، ومش عايز يحرك قيمه الجنيه بعد 31 وهي وقت اللحظه اللي بيتصور فيها الفيديو ده، وقت ما كان الدولار مسجل في البنك 31 كان بيوصل في السوق السوداء اوقات ل 40 جنيه. طب وليه البنك المركزي ممكن يكون خايف من تقليل الجنيه؟ ما هو هيقضي على السوق السوداء. طب ليه ممكن يكون البنك المركزي قلقان من خفض قيمه الجنيه طالما ان هو هيقضي على السوق السوداء؟ وهل ممكن ما يضطرش انه يعوم الجنيه مره ثانيه؟ عشان تبقى عارف يا صديقي، البنك المركزي قلقان على ثلاث قطاعات بالتحديد، مش عايز يقلل الجنيه عشانهم، وعشان مجموعه من الاسباب طبعا واسباب كتير، ولكن الثلاثه دول بيأثروا في المواطن بشكل مباشر، والثلاثه دول هو قطاع الوقود والمحروقات وقطاع الادويه وقطاع الاغذيه.
وخلينا واحده واحده كده نتكلم ازاي خفض العمله ممكن ياثر فيهم. لو بصينا على قطاع الوقود هتلاقي ان الهيئه العامه للبترول ودي اللي بتسعر اسعار الوقود في الدوله يعني، وهي اللي كمان مسؤوله عن ان هي تستورد احتياج او اللي فاضل من احتياج الدوله من بره بالدولار، وهي لما بتستورده وبتاخد الدولار مباشر من البنك عند تسعير 31. يعني الهيئه بتاخد من البنك الدولار ب 31 وتروح تشتري بيه احتياجاتها. لما يجي بقى المركزي ويخفض قيمه العمله ويوصلها ل 36 مثلا، ده معناته ان الهيئه هتحتاج جنيهات كتير تروح تبدلها مع البنك بدولار اكتر من ما كانت بتاخده ب 31، وده اللي هياثر بالسلب على شكل اسعار البنزين والسولار والمحروقات عموما داخل البلد، وبالتالي هياثر على المواطن وسعر استهلاكه ليهم. ويس على كده القطاعات الثانيه زي الادويه والاغذيه. شركات الادويه اللي بتاخد الدولار الرسمي من البنك ب 31 عشان تستورد بيه الدواء من بره هتضطر ان هي تدفع اكتر بالجنيه عشان تستورد نفس كميه الدواء للدوله، والفلوس الزياده دي طبعا مين اللي هيتحملها في الاخر؟ المواطن. وبرده قطاعات الاغذيه، وان مصر بتستورد جزء كبير من الحبوب اللي بتستهلكها زي القمح والذره وغيره من بره بالدولار، فلما وزاره التموين بتاخد الفلوس من البنك عند تسعير 31 وتستورد من بره، لما يرفع ل 36 برده ده هيفرق في الميزانيه وهيغلي الحاجه اللي جايه من بره. وكل ده كوم بقى، واجمالي الديون اللي علينا ده كوم تاني. اجمالي الديون اللي علينا بالدولار حوالي 160 مليار دولار، دول لو ترجمناهم لمصري فهيبقى رقم تريليون وحبه، رقم كبير كده مش فاكر كام بالظبط يعني. وال160 مليار دول هيبقى رقم تريليون وحبه دول عند سعر 31 للجنيه قصاد الدولار. لما تقلل بقى الرقم ده من 31 36، ده معناته ان الشركات اللي مدخلها بالجنيه مش بالدولار هتضطر ان هي تدفع اكتر بالجنيه عشان تدفع الديون اللي عليها. ودي كده لفته بسيطه ليه البنك المركزي متردد انه يعوم الجنيه او يعمل تعويم قريب. ولكن في اسباب تانية ايجابيه ممكن تخلينا نقول ان هو هياخر التعويم وممكن ما يحتاجلوش الفتره دي اللي هو الشهر شهر ونص ده، وهي نظره مبشره شويه لحاله الاقتصاد المصري ان هو ممكن يكون احسن. المؤشرين دول ببساطه هو مؤشر التضخم ومؤشر السيوله. مؤشر التضخم ببساطه كده وهو تضخم الاسعار، زياده مؤشر زياده الاسعار داخل مصر، وعلى حسب بيانات البنك المركزي نزل من 32% ل 30%، يعني الحاجه اللي كانت ب 132 جنيه نزلت ل 130. وعشان تبقى عارف بالراحه بس كده، المؤشر ده هو مؤشر لاجمالي السلع، هو حاجه في المتوسط، لان مش كل السلع بتغلى زي بعضها، في حاجات بتغلى ضعفين ثلاث اضعاف، في حاجات بتغلى ضعف ونص، وده برده مش معناته ان الاسعار رخصت، في سلع بتزيد وفي سلع بتقل. المؤشر ده بيدي صوره بس عن مستوى التضخم داخل مصر، وان ده معناته ان الكيرف بدا ينزل مش طالع ولا ثابت، وده شيء كويس بالنسبه للحكومه والاقتصاد. طب احنا دلوقتي عند 30%، مخطط ان احنا نوصل لكام؟ المفروض ان احنا ننزل لاقل من 10% تقريبا 7%، فلسه قدامنا مشوار، ولكن وقت ما نوصل له هتبقى الازمه اتحلت تقريبا. اما المؤشر الثاني بقى وهو مؤشر السيوله او بالبلدي كده الكاش اللي في ايد الناس او في البنوك، واللي طبعا كل ما بيزيد كل ما بيرفع مستوى التضخم فبيعلي الاسعار اكتر. واللي انخفضت نسبه السيوله من 23% ل 18%، وده مؤشر كويس جدا لان الهدف هنا ان احنا نوصل ل 15%، فاحنا الحمد لله قربنا يعني. الاسباب دي وهي انخفاض التضخم والسيوله ممكن تدي فرصه للبنك المركزي شويه انه ما يحتاجش يعوم غير بعد نهايه السنه الماليه اللي هي 1/7، وانه ما يضطرش يجي على قطاعات زي القطاعات اللي احنا قلناها دي ويعطلها ويخليها نوعا ما عندها مشكله، وده اللي خلى العقود الاجله تنزل بالجنيه لحد 32. طب هي ليه الحكومه مستنيه لحد ما تخلص السنه الماليه او 1/7 يعني؟ اولا لان هي عايزه تقفل السنه دي من غير ما تعمل تعويم تاني للجنيه، وغير كده ان الدوله مستنيه تخلص ايراداتها اللي جايه بالدولار او ما يرد الدوله للدولار، زي مثلا قطاع الصادرات او صادرات مصر اللي هو هتوصل السنه دي ان شاء الله يعني ل 86 مليار دولار، رقم اول مره اشوفه في حياتنا، وده يعتبر حوالي 18% زياده عن السنه اللي فاتت، وده غير 14 مليار دولار تانيين ايرادات للسياحه، وعندك بقى شويه ايرادات تانيه زي ايرادات قناه السويس اللي هو اكتر من 7 مليار دولار، والعاملين من الخارج، شويه حاجات حلوه كده. الحاجات دي ممكن تسعف في الدوله والاقتصاد ووزاره الماليه ان هي تحاول تهندس الموضوع شويه، وده هيفرق بشكل ايجابي وملحوظ على الاقتصاد. وفي عندي كلمتين كده حابب اقولهم، بس انا كنت قصد اخليهم لاخر الفيديو عشان مش عايز اي حد يسمعهم، مش عايز يسمعهم غير اللي مركز وفاهم ومهتم يسمع. وهي حاجه غريبه جدا بتحصل لي لما بتكلم مثلا مع اقتصادي او مسؤول تابع للدوله او شغال جوه الدوله يعني، وهو لما اقعد اتكلم معاه عشان يفهمني حاجه معينه بيقول لي في اخر الكلام حاجه غريبه جدا او بيلمح بيها يعني، ان الازمه دي مش هتستمر كتير وهتبدا مصر تخرج منها في النص الثاني من 2024. الكلمه دي انا سمعتها كتير، واظن ناس كتير من اللي بتتفرج اظن سمعت الكلمه دي من حد ما قبل كده، لان فكر فيها، الازمه جوهرها متلخص في ازمه عمله، ومجرد ما الدولار يكون موجود والدوله تعرف تظبط ايراداتها من الدولار الناس ما تخلص. ولكن ده انا ما بحبش اصدره دايما للناس لان الناس بتفهمه غلط وبتقعد تصيح كتير وفين وفين احنا مش شايفين حاجه، ما اكيد اي ازمه ليها نهايه. وخلي بالك اجتماع البنك المركزي اللي احنا مستنينه ده الله اعلم عمل ايه دلوقتي يعني، سواء ما رفعش الفايده او هيرفعها في الاجتماع اللي جاي، ده هيكون
اخر رفع او اخر مستوى لرفع الفايده. ممكن نقول كده ده اعلى ليفل من الازمه ممكن نوصل له. اللي احنا فيه ده هو الاعلى ان شاء الله، يعني مفيش اكتر من كده. كل اللي جاي بعد كده هو كيرف للنازل، وده بكرر تاني مش كلامي، مش كلام العبد لله، وبرده مش لازم تاخد بيه، ادينا بنقوله وخلاص. ولو انت وصلت النقطه دي فانت راجل محترم، وحبيت اديك معلومه حلوه كده. وتاكد بقى ان انت عامل اشتراك في القناه وفولو صفحه الفيسبوك، اللي احنا قربنا خلاص يعني فاضل حاجات بسيطه من 750 الف متابع على فيسبوك وحوالي ربع مليون على يوتيوب. وبس كده، سلام.